يوم الخميس قلت مو يوم الجمعة. الثنتين عندي هنا يوم الخميس ويوم الجمعة. يوم الخميس واستحبابه والنهار عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية في الصحيحين لقل لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس، ما كان يخرج إلا في يوم الخميس. وعن صخر بن وادعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخرا تاجرا فكان يبحث تجارته أول النهار فأثرها وكثر ماله. فأوصيكم بالنهار لأن الأرزاق في أول النهار وفي البكورة. صدق الله العظيم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا.